أهلا بكم في حلقة جديدة من 10 داونينج ستريت، ونبدأ من ملفنا الأول، حيث تواجه بريطانيا حربا ضروسا لا يسقط فيها قتلى ولا جرحى، ولكن يسقط فيها الأمن وأنظمة البيانات لتقع بأيدي جهات غامضة، بعضها منظمات خفية وبعضها الآخر دول مثل روسيا وإيران والصين. كبار المسؤولين الاستراتيجيين يقولون إن الهجمات السبرانية التي تعرضت لها أنظمة الاتصالات العسكرية في العام الماضي فقط بلغت أكثر من 6 ملايين هجمة، كما شملت تلك الهجمات قطاعات مدنية مثل الخطوط الجوية وهيئة الخدمات الصحية والبريد الملكي وغيرها. فهل ضيع المحافظون أمن البلاد بعد أن ضيعوا اقتصادها؟ لم يخسر بلد في أوروبا الحرب ضد التضخم مثلما خسرتها بريطانيا. هذه حقيقة يعرفها ملايين المواطنين في معيشتهم، وحيث أن التخبط كان هو عنوان المحاولات اليائسة لاستعادة الاستقرار، فإن التخبط نفسه صار يطال أمن البلاد بعد اقتصادها، ولسوف يطال قطاعات أخرى طالما أن العجز يزداد وطالما أن المال ينقص، فتضطر حكومة المحافظين بأن تداوي الداء بما كانت هي الداء، أي أن تداوي التضخم بالمزيد من التضخم. كثافة الهجمات السبرانية التي تتعرض لها بريطانيا تشير إلى أن البلاد في حالة حرب، وإنها حرب طاحنة تهدد الأمن والاقتصاد معاً. في ظاهر الحياة يبدو كل شيء طبيعياً، ولكن الحقيقة هي أنه لا شيء طبيعياً عندما تنخره الهجمات السبرانية. حينما تنهار الأنظمة التي تعتمد على شبكة الاتصالات والكهرباء، فإن قطارات الفحم الحجري لن تكفي لحل مشكلة المواصلات كما يقول البعض. لا يعني ذلك أن بريطانيا لا تملك القدرات على خوض المواجهة، إلا أن فوضى الإدارة تصيب هذه القدرات بالترهل، فيغلب على المحاربين الكسل مثلما تغلب على الناس مشاعر اليأس من تحسن الاقتصاد بالسرعة الكافية. بريطانيا لا تنقصها طبعاً الأموال، إلا أنها تضعها في المكان الخطأ. بعض الخبراء يقولون إنه بينما تفشل الحكومة في توفير الموارد لإصلاح الأحوال المتردية في مجالات الصحة والخدمات، فإنها تنفق المليارات على أنظمة تسلح جديدة، وكأن البلاد ستحمي نفسها بالرؤوس النووية بينما رؤوس اقتصادها يعاني من الدوار. الاقتصاد هو القوة الضائعة، والهجمات السبرانية لا تحتاج رؤوسا نووية لمواجهتها، والأموال تتحول إلى ضرر عندما تنفق في المكان الخطأ، إلا أن سلطة سارت في الطريق الخطأ عندما شنت الحرب على الاتحاد الأوروبي. تكتشف الآن، نعم الآن، أنها شنت الحرب على نفسها، وأن الطريق ما يزال مليئا بالهزائم. وهنا تأتي التساؤلات، ما الذي يجعل بريطانيا تتخبط؟ وما هي المخاطر التي تشكلها هذه الهجمات السبرانية على الأمن والاقتصاد؟